مرحبا بكم مشاهدين عين بريس، ومرحبا بكم معنا في المخيم الوطني الحوزية اللي غنستضيفوا من خلاله مجموعة من الجمعيات، وبداية مع الجمعية الوطنية للتربية والثقافة اللي غادي نستضيفوا من خلالها مجموعة من الأطفال وأطر في هذا المخيم اللي غادي يقربونا شوية من هذه الأجواء اللي غابت تقريبا لمدة سنتين. وغادي نستضيفوا أول طفل معنا، عرفنا على راسك. سميتي ريان. مشرفين ريان. ريان، قربنا شوية من الأجواء ديال المخيم، شنو هما الأنشطة اللي كيعجبوك؟ ولي بعدا كيدير الجو برا، كيفاش كتلعبوا أنت وصحابك؟ كنلعبوا لعبات، بقاو يديروا لنا الأغنيات، بقاو يستوبي الأغنية وبقاو نلعبوا. شكرا ريان ومرحبا بك معنا. شكرا. مشاهدينا الكرام، من بعد طفل ريان غادي نستضيفوا باقي المستفيدات من هذا المخيم. عارفين على الاسم ديالك؟ وسام مقلب. مشرفين. مروة. كنزة. مشرفين ومرحبا بكم معنا. مروة، عارفين شوية من الأجواء ديال المخيم، قربينا من الانشطه اللي كدير. صراحه عجبني الحال بزاف في المخيم، الاطور كيتهلاو فينا بزاف، وكنديروا مسابقات وكنديروا انشطه تربويه وبزاف ديال لي زاكتيفيتي يوميا. شكرا. شنو هما اهم الانشطه اللي كيعجبوك انت خاصه؟ كيعجبني الحال ملي كنمشيو للبحر، ملي كيخرجونا، ملي كنعوموا في لابيسين، وملي كنديروا الانشطه. مزيان، شكرا. وغادي ندوزو الاسم ديالك. كنزة. كنزة، كنزة، شنو اهم الانشطه اللي كيعجبوك في المخيم كيعجبوك تزاوليهم هنايا؟ الاغاني، نمشيو للبحر، نمشيو لابيسين، لعبوا، عندنا شويه الوقت ديال لاسيست. من بعد لاسيست شنو كديروا؟ من بعد لاسيست نمشيو ناكلوا لوغوتي. مزيان، بصحتكم. وانتيا شنو ما اهم الانشطه اللي كيعجبوك هنايا في المخيم؟ كنمشي للبحر، لابيسين، نخرجوا، نضربوا دوره، و بزاف الانشطه التربويه، كلشي. شكرا. دائما في السهرات كيكونوا مجموعه من المسابقات، بحال البارح درنا واحد المسابقه ثقافيه، كانوا فيها جوج ديال الفرق، وفي الاخير هذا الفريق اللي ربح خدا واحد الجائزه. وقبل منها درنا واحد السهره كنكتشفوا فيها المواهب ديال الاطفال، كاين اللي كيغني، اللي كيجود القران، مجموعه من الانشطه. شكرا ليك مروه، وشكرا لكم كاملين. ونقطه حسنه تعلمتوا في مخيم. صورني 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 يا مصور، صورني 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 يا مصور، صورني انا وماما، صورني انا وبابا، صورني انا وماما، صورني انا وبابا، صورني 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 يا مصور، صورني 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 يا مصور، هذا عيد ميلاد ماما، هذا عيد ميلاد بابا، هذا عيد ميلاد ماما، هذا عيد ميلاد بابا، صورني 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 يا مصور، صورني 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 يا مصور، صورني اقطف ورود، صورني اوقد شمع، صورني اقطف ورود، صورني اقطف شمع، صورني 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 يا مصور، صورني 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 يا مصور. صفقوا عليها، صفقوا عليها. السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. حسن تابع، المدير التربوي للمخيم الجمعية الوطنية للتربية والثقافة أنيك بمخيم أو بالمركز الوطني للتخييم الحوزية. أولا كنبغي الحمد لله ونشكره على العودة ديال العملية التخييمية بعد توقف دام الموسمين بسبب الجائحة ديال كورونا. الحمد لله هذه المرحلة ما هي المرحلة الأولى في برنامج عطلة للجميع. الأمور غادي الحمد لله كما خطط لها، انطلاقة جميلة، مركز مثالي ورائع، الطفولة في البلاد متلهفة ومتشوقة للتخييم، الأطر تم عودوا عاشوا واحد تجربة اللي افتقدوها. كاين بزاف د الحوايج اللي هما الصراحه لاحظناهم زوينين. هاد التوقف اللي توقفوا المخيمات كانوا واحد الترميم بالنسبه للمركز، كانوا اضافات بالنسبه للمركز. المركز ما كانش فيه قاعه ديال العروض، دابا تبارك الله ولات فيه واحد القاعه ديال العروض في مستوى. كانوا بعض المرافق اللي مازال ما كملوش في البناء والتجهيز ديالهم، دابا الحمد لله مبنيين تجهيز. كنبغي نشكروا اداره والمشرفين على مخيم والمركز الوطني للتخييم هنا بالحوزيه، على راسهم السيد المشرف العام السي عبد الاله مداب والسيد مدير مخيم السي زكي. كنبغيو نشكروا جميع الاطر اللي ساهموا في هذه العمليه ديال الفرحه بالنسبه للاطفال، اطفال اللي
اللي مشاركين معنا هنا من مختلف المدن، من مدينة العيون، مدينة طاطا، مدينة الخميسات، مدينة برشيد ومدينة الدار البيضاء، كما أنك مشاركة ديال لو تمثيلية ديال بعض الفروع أخرى مثلا كمدينة خريبكة. شكرا لطاقم جريدة العين بريس وتحية تربوية مرة أخرى وإلى اللقاء. ودابا كنتواجدوا في إحدى الجمعيات الرائدة وطنية، جمعية شعلة للثقافة والتربية، مع الأستاذ بالحمرة اللي غيعرفنا على راسه. شكرا بعدا على الاستضافة. احنا دابا الآن كنتواجدوا في مركز الحوزية، عندنا المرحلة الأولى اللي هي شوية فيها شوية ديال الإكراهات، ولكن الحمد لله احنا متواجدين مع وليداتنا من خريبكة، من الدار البيضاء، الحي المحمدي، البرنوسي، من الرباط، من سطات، من الكارا، مجموعة ديال الوليدات. نهار الجمعة حطينا الرحال هنا في هذا المخيم، كما كتشوفوا الفضاء جميل جدا، الشعر هو ده اللي كيبان لكم، التربية على القيام وهذا، والحمد لله احنا بخير. الهدف ديالنا والإحساس ديالنا الجميل هو أن وليداتنا يتبحروا، ياخذوا قيتهم ويستفدوا من الأنشطة الترفيهية ديال الصيفية 2022، وربي كبير والله يوفق جميع العاملين في هذا الميدان ان شاء الله. شكرا استاذ بالحمرة. عمر الراشديه مكلف بمطعم الفرعي ديال جمعيه المواد التربيه الاجتماعيه. اليوم تنعيش جميعا المرحله الاولى من الموسم التخييمي ديال 2022. هذا الموسم اللي تعرف العوده ديال النشاط ديال التخييم بعد توقف دام لسنتين ورجوع الحالة العادية للمخيمات الصيفية في المغرب، هو تأكيد على انتصار المغرب بطبيعة الحال على وباء كورونا المستجد. الحمد لله اليوم جميع المخيمات من طنجة العالية للقويرة العزيزة تتعرف واحد الحركية واحد الدينامية تربوية كبيرة اللي تنحتضنوا من خلالها احتياجات الطفولة المغربية. ومن بين هذه المخيمات مخيم جمعية المواهب التربية الاجتماعية اللي اليوم تحتضنوا المركز الوطني للتخييم بالحوزية. كجماعة احنا اليوم داخلين ب 240 مستفيد. الأجواء تمر في ظروف جيدة جدا من ناحية الاستقبال، من ناحية الإيواء، من ناحية التغذية على جميع المستويات. الحمد لله كاين تنفيذ كبير ديال البرنامج العام والبرنامج القار اللي تيخلي الوليدات أنهم يسترجعوا الحيوية والنشاط ديالهم من خلال هذه المرحلة. واليوم جهود تبذل على جميع المستويات للإدارية للتربوية باش نوفروا ظروف نجاح المرحلة الأولى اللي غتعطينا نفس جديد للمراحل الأخرى. وجمعية راه تتنظم هذه المخيمات بطبيعة الحال تحت شعار حماية وتعايش. تأكيد من الجمعية على أننا كمؤسسة تنشئة اجتماعية نسهم في دورنا في احتضان احتياجات الطفولة المغربية. وشكرا. السلام عليكم، معكم أسامة والنادي، رئيس جمعية الأيادي الذهبية للتنمية من تحطان إقليم خريبكة. بهذه المناسبة كنبغي نشكر العين بريس على الالتفاتة ديالها الرائعة لصيفية 2022 بمركز الحوزية، وما نساوش نشكروا الطاقم الإداري والطاقم التربوي اللي كيسهر على المخيم كامل، ونشكروا كذلك إدارة مخيم جمعية الأيادي الذهبية في شخص السيد المدير مراد جواح، وكذلك المسؤول على تتبع المطعم السيد عبد السلام أغنو والأطر المباشرة وكل شيء. ونتمنى منكم زيد التواحد. شكرا لعين بريس.